خيام. النهاردة يا جماعة احنا بنحتفل بأدون ناجي حفلة وداع. أدون ناجي سيب تل أبيب ويرجع على كايرو علشان كده كله يشرب على حساب المحل. على فكرة العزومة دي تتحط في موسوعة جينيس. ليه مستر ناجي؟ دي حاجة بسيطة. أول مرة واحد يهودي يعزم حد على حاجة من أيام وعد بيلفور. لا خيام. لا خيام. أدون كارمي أفيلي خامشي هولي شتوت تلي بيرا ما قولي عامل حفلة يا مصراحي؟ لا أدون ناجي مسافر النهاردة خلاص مش راجع وأصدقائه بيسلموا عليه مثل ما بيقولوا بالمصري في 60 داهية. أنا مش عارف أنت ليه مش يحب أدون ناجي؟ ده كويس كتير وحبوب خالص. مزراحي هات البيرة. اسمعوا الحكاية دي. واحد دمه تقيل وشعره أبيض، دمه تقيل قوي، نايم على السرير وجنبيه موزة. الموزة بتخون جوزها وهو بيخون مراته. الموزة مش خايفة من جوزها وهو بيترعب من مراته، وفجأة مراته عملت له تليفون قام زي ما يكون قرصته عقربة. ألو؟ أيوة أفندم؟ لا ده أنا في مأمورية، أنا في شغل. وراح حاطط التليفون وهم حط التليفون من هنا وقطع شحني خالص. التليفون؟ لا الراجل أبو دم تقيل وشعره أبيض. هتوحشني قوي قوي مستر ناجي. ما تعوقش علينا بقى. لا كلها كام يوم وهتلاقوني طبيب عليكم.